الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الجديدة، إن شاء الله تكون زكاة العلم ربنا يتقبلها بإذن الله، وكل عام أنتم بخير ورمضان كريم. الله أكرم. وإن شاء الله النهاردة طالما احنا موجودين مع بعض، أنا موجود برضو معاكم، إن شاء الله هنتعلم بإذن الله ازاي نعمل صفحة انترنت. هنطبقها عن طريق التكويد، وبعد كده هنخش في مرحلة CSS، وبعد كده هنخش في ازاي نشتغل على الفاير باج، نعمل له ديزاين من خلال CSS. وهقول لك على كام حاجة كده قبل ما ابدأ. هقول لك ان التمبلت ده زي ما احنا شايفين عبارة عن هيدر، في هنا منيوز، في فوق 2 منيو، في هنا خانات تسجيل دخول ان شاء الله، في هنا صور متحركة متقلبة. لو نزلنا لتحت شوية هنشوف ان في هنا عبارة عن قوائم على اليمين، عمود كامل، وفي هنا articles او محتوى من الموقع من الداخل. هيكون في هنا ان شاء الله نبذة عن الموقع من نحن، وهنا في 3 اعلانات او 3 مقالات، وفي هنا فوتر. الكلام دوت لما نحب نشوفه على الطبيعة هيكون كالآتي. انا هوريك الموقع بعد ما اتعمل بقى شكله عامل ازاي. في هنا صفحة رئيسية، اتصل بنا. لما بقف على الرابط بيبدأ يتغير لونه، في ايكون جنب كل رابط، هنا عبارة عن هوم، وهنا عبارة عن كونتاكت اس. الرابط الرئيسي او اللي هو الاكتف، الصفحة اللي انا هبقى فيها هتبقى هي الرابط الغامق. لما بمر على الروابط التانية بيتغير لونها، يعني في عندي 3 ألوان. في اللون الطبيعي اللي هو النون اكتف، في بعد كده الهوفر اللي هو اللي بيبقى اللون الغامق شوية ده، في بعد كده الاكتف اللي هو اللي بيبقى اللون الأخضر الغامق. هنا خانات تسجيل الدخول عادي جدا، شيء طبيعي جدا. هنا ايكون تسجيل مستخدم جديد. هنا اللوجو بتاع الموقع. انا مسمي المحاضرة ديت اسمها الويب الاخضر. الصفحة اللي انا فيها دلوقتي هسميها الويب الاخضر، عبارة عن صفحة خضراء. لما بقف على اللوجو بيجيب لي ايكون جديدة اسمها ان انا اتجه للرئيسية، يعني بشيل الماوس بتبقى لوجو عادي، بحط الماوس بيبدأ يجيب لي الايكون اللي هي فيها الرئيسية. هننزل تحت شوية هنلاقي في العمود اليمين شغال زي ما احنا شايفين، والشمال بيبدأ ان احنا نحط الارتكلز بتاعتنا ايا كانت بقى، عباره عن خدمات، عباره عن مقالات، عباره عن منتجات، وات ايفر، مش هتفرق خالص. العمود اللي على اليمين في حاجتين لازم نذكرهم قبل ما نشتغل. المنيو ذات نفسها لما باجي امر بالماوس عليها بتتغير الايكون اللي على الشمال، بتتقلب وبيتغير لونها. لما اجي اقف على الرابط هو كمان بيتغير لونه. يبقى انا عندي حاجتين في كل منيو. المنيو لما بمر عليها بس بالماوس بتبدأ يتغير الايكون بتاعتها اللي على الشمال، ولما بمر على الرابط ذات نفسه بيتغير هو كمان. عندي في الارتكلز لما بمر على الصورة بيتغير الفريم بتاعها، البوردر، وبتتغير كمان اللون بتاع كلمة اقرأ المزيد. لو وقفت على اقرأ المزيد بس بتتغير هي لوحدها. يبقى انا كده عندي هنا كمان حاجتين، لما بمر على الصورة بيتغير الفريم والبوردر وكلمة اقرأ المزيد، ولما بقف على كلمة اقرأ المزيد بس بتتغير كل الصور كده. تمام. في عندي نبذة بعد كده تحت في من نحن، عبارة هنا لون، وهنا لون ونوع فونت، وهنا لون تاني خالص ونوع فونت تاني خالص. نفس الكلام هنا لون، وهنا التلاتة دولت ألوان مختلفة عن اللي فوق. وتحت هيبقى فيه الفوتر بتاع السايت. الصفحة ديت كانت عبارة عن تمبلت من شركة اسمها templatehelp.com. هوريك التمبلت دوت كان شكله عامل ازاي. التمبلت ده كان بالشكل دوت، كان اخضر كده، بدأ فيه برضو كان فيه قوائم فوق، وفي هنا نفس الشغل اللي كان معمول. انا طبعا الكلام ده كله كان صورة عليها علامة مائية بريفيو. هديك السايت دلوقتي اللي تقدر تخش تتفرج عليه على الكلام دوت. الرابط هيظهر قدامك دلوقتي على الشاشة. بحيث ان انت تقدر تخش تشوف التمبلت دوت كان عباره عن ايه. التمبلت ده من شركه اسمها تمبلت هيلب، نفس الكلام بالظبط اللي انا عامله، بس انا عامل شغل رايت تو ليفت علشان يناسب اللغه العربيه، فجايب كل العمود اللي على الشمال بدايه من هنا جايبه على اليمين، وجايب المقالات ديت على الشمال. نفس الفكره بالظبط هنعملها وهنطبقها هنا، وبعد كده هتبقى بعد كده في الاخر هيبقى المنظر دوت. ان شاء الله يكون الدرس يعجبكم والمحاضره تكون كويسه، وباذن الله ربنا يتقبلها باذن الله كزكاه العلم، ونشوف مع بعض ازاي هنبدا نكود الصفحه ديت. وقبل ما نخش في التكويد هقول لك يعني نبذات بسيطه ازاي تصمم على الفوتوشوب. هو احنا مش محتاجين ان احنا نصمم الكلام ده كله على الفوتوشوب اطلاقا، هو اصلا كان موجود عندي عباره عن صوره زي ما انت كنت شايف كده، صوره مفرغه جي بي جي، هو بيعرضها الموقع، بيعرضها عليها كلها علامه مائيه مش متقطعه ولا اي حاجه خالص، هو بيبيعها بالشكل دوت. انا عايز اعمل نفس النظام دوت، وهقول لك يتعمل ازاي عن طريق التكويد. لكن برضو للناس اللي هي عايزه تعمل الديزاين بتاعها، يعني تاخد نفس الشغل السيستم دوت كده، وتبدا تاخد صور وتبدا تحط صوره هنا وصوره هنا وصوره هنا وهكذا، صوره هنا، فدخلت قطعت في الفوتوشوب جابت صوره كبيره، وبدات ان هي تصغر حجمها، وجابت صور هنا وبدات ان هي برضو تصغر حجمها، فمش هتعرف ازاي تخرج الكلام ده كله. انا هقول لك الطريقتين، هقول لك ازاي تبدا على الفوتوشوب، وهقول لك ازاي تبدا على طول تكود. تمام، ونروح للجزء الثاني.